والآن وقفة مع أخبار الطقس والحالة الجوية. وادينا فكري. شكرا لك سحر ومحمد، وأخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا الخميس على بعض مدن ومحافظات الجمهورية. نبدأ من القاهرة 34-21، الإسكندرية 28-19، مطروح 27-16، بورسعيد 28-20، الإسماعيلية 34-18. نتحول إلى السويس 33-20، العريش 28-18، طابة 35-19، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 36-26، الأقصر 38-23، أسوان 39-24، الوادي الجديد 38-23، شلاتين 35-24، وحلايب 31-23. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.